بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 64 بعد 162. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى لقاء جديد من برنامج نور على الدرب. في حلقة هذا اليوم يسرنا أن نرحب بضيف البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. بداية، السلام عليكم الشيخ صالح. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. هذا أبو حسن من أبها يقول: من صفات المؤمنين ما ورد في قوله تعالى: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. يسأل بارك الله فيكم: ما هو الزور المقصود في هذه الآية، وما حكمه، وبماذا تنصح المسلمين حول ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذه الآية من جملة صفات المؤمنين عباد الرحمن الذين ذكرهم الله، أو التي ذكرها الله في آخر سورة الفرقان: الذين لا يشهدون الزور. المراد بالزور هنا أعياد الكفار، أي لا يحضرونها، دل على تحريم حضور أعياد الكفار، لأن في حضورها إقرار لها، فهم لا يحضرونها. الصفة الثانية: إذا مروا باللغو، مجالس فيها لغو، فيها غيبة، فيها نميمة، فيها كلام محرم، فيها عرض أفلام خبيثة غير ذلك، فإنهم لا يجلسون فيها بل يمرون ولا يجلسون فيها، ويكرمون أنفسهم من الجلوس فيها، ولا يلطخون أنفسهم بالجلوس مع أهلها. في الآية الأخرى: وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه، لا يلتفتون إليه، لو في الكلام، لو في أي شيء باطل، في الأغاني، في المزامير، إنهم يعرضون عنه ويقولون: لنا أعمالنا ولكم أعمالكم. هذه صفات عباد الرحمن، أنهم يترفعون عن مجالس السوء، ويترفعون عن مشاركة الكفار في أعيادهم وطقوسهم الخاصة بهم. نعم، أحسن الله إليكم. ولو ابتدى فضيلة الشيخ صالح الحديث حول أيضا قول الله عز وجل: والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. كذلك هذا من جملة ما يقوله عباد الرحمن، أنهم يقولون: ربنا هب لنا، أي أعطنا، من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ارزقنا زوجات صالحات تقر بهن أعيننا، ومن ذرياتنا ذرية طيبة نطمئن إليها ونفرح بها وتقوم بمصالحنا إذا احتجنا إليه، واجعلنا للمتقين إماما، قدوة. يعني الإمامة هنا القدوة، اجعلنا قدوة للصالحين في فعل الخير، ولا تجعلنا قدوة للأشرار في فعل الشر. نعم، أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح. هذا أحد الأخوة يسأل، محمد من الرياض يقول: كيف يعرف الشخص المسلم ما أصابه من مصيبة أنه ابتلاء أو عقاب؟ يعرف هذا بالإيمان بالله عز وجل، وأن ما أصابه فهو بقضاء الله وقدره، لا محيد له عنه، ثم يحاسب نفسه بقوله تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فيحاسب نفسه ويتوب إلى الله من الذنوب ويتطهر من الذنوب، فهو منبه له، وكذلك هو تطهير له، وتطهير له من الذنوب التي أصابها، لأن الله لا يجمع له بين عقوبتين في الدنيا وفي الآخرة، ويعجل له العقوبة رحمة به. نعم، أحسن الله إليكم. هذه أم ناصر بارك الله فيكم من المدينة المنورة تقول: كيف أعرف أن الله تقبل عملي، وهل لقبول العمل علامات؟ لا أحد يعرف أن الله تقبل عمله، ولكنه يرجو الله، يعظم الرجاء في الله، لأن الله قال: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين. فيثق بالله عز وجل ويحسن الظن به. وأما أنه يعلم أن الله تقبل منه، فما أحد يعلم ذلك. وأيضا هو يكثر من العمل
الصالح. قد يكون هناك علامات، فمن علامة قبول الحسنة الحسنة بعدها، هذا من علامة قبول الحسنة أن الله يوفقه لمواصلة الحسنات فيواصل العمل الصالح. ومن علامات القبول أن يكون بعد فعل الحسنات أحسن حالا منه قبل فعلها، ويكون عنده رغبة في الخير. نعم، أحسن الله إليكم. أيضا سؤالها الآخر والأخير في هذه الرسالة تقول: ما حكم تقديم الصلاة في البرد صلاة الظهر وتأخيرها في الشتاء؟ أحسن الله إليكم. وبالنسبة أيضا لجمع الصلوات في السفر في حال الإقامة. صلاة الظهر وكل صلاة الأفضل أن تصلى في أول وقتها إلا صلاة العشاء، كل ما تأخرت إلى ثلث الليل إلى نصف الليل فهو أفضل لمن لم يرتبط في جماعة، لمن لم يرتبط في جماعة أو يخشى أن يغلبه النوم، فإنه يصلي في أول الوقت، يصلي مع الجماعة، هذا في صلاة العشاء. أما ما عداها فكل صلاة أفضل أن يبادر بها بعد دخول وقتها، إلا الظهر في وقت الحر، إذا اشتد الحر قال صلى الله عليه وسلم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر فإن شدة الحر من فيح جهنم. يؤخرون الظهر في شدة الحر حتى يبردوا، هذا من باب الرحمة بهم، تخفيف عليهم. نعم، جمع بين الصلوات إنما يباح في أحوال ثلاث فقط: المسافر الذي يقصر الصلاة يجوز له أن يجمع بين الصلاتين، إلا إذا أقام إقامة تزيد على 4 أيام وهو يعرف هذا فإنه لا يجمع من أول وقت، من أول ما ينوي الإقامة التي تزيد على 4 أيام يتم الصلاة، لأنه تحول من مسافر إلى مقيم. ويباح الجمع في 3 حالات: في السفر كما ذكرنا الذي يبلغ 80 كيلو فأكثر، والثانية في حالة المرض، المريض إذا كان يشق عليه أن يصلي كل صلاة في وقتها فله أن يجمع جمع تقديم وجمع تأخير حسب الأرفق به، والثالثة في حالة المطر بين المغرب والعشاء، في حالة المطر والوحل يجمع بين الصلاتين لأجل أن يوفر على المأمومين المجيء للصلاة المجموعة مع المجموع إليها، يوفر عليهم خروج في المطر وخروج في الوحل. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: صليت الجمعة مع الإمام خارج الجامع وتبين لي أني متقدم على الإمام، هل أعيد الصلاة جمعة أو ظهر؟ تعيدها ظهرا. ولماذا صليت خارج المسجد؟ هل ضاق المسجد؟ خروجك عن المسجد وانقطاعك عن الصفوف هذا لا يجوز إلا في حالة العذر وامتلاء المسجد، تصف مع الناس خارج المسجد. لكن ما ذكرته من أنه تبين لك أنك صليت أمام الإمام فإنك تعيد الجمعة ظهرا. نعم، أحسن الله إليكم. في هذا السياق: لو انقطع مكبر الصوت عن الآخرين البعيدين عن الإمام ماذا يعملون؟ يكملون صلاتهم إن شاءوا فرادى وإن شاءوا تقدم واحد منهم وأكمل بهم. نعم، أحسن الله إليكم. وانتقل إلى سائل آخر. هذا السائل يقول: كيف أقترض قرض شخصي من البنك دون أن أقع في الربا؟ دلوني، أنا في حيرة، لم أجد من يقرضني. هناك من قال الطريقة بيع أسهم عليك في أي شركة تختارها بالتقسيط، الرسوم الإدارية قليلة، نسبة المرابحة، أو شراء مواد بناء أو مواد غذائية وتؤكل البنك أن يبيع لك ذلك. لا يجوز القرض بالفائدة كما عليه البنوك، قروض الربوية لا تجوز، قال صلى الله عليه وسلم: كل قرض جر نفعا فهو ربا. وإنما الذي يستحب هو القرض الحسن الذي تطلب منه مبلغا تقضي به حاجتك ثم ترده عليه إذا أيسرت، هذا هو القرض الحسن، وللمقرض أجر في ذلك لأنه وسع عليك وأحسن إليك، فأنت أحسن القضاء ولا تماطل أو تؤخر، متى ما أيسرت تبادر بالوفاء. ولما لم يكن هناك الآن فيما نعلم قروض حسنة خصوصا في البنوك، فإنك تلجأ إلى مسألة التورق التي أفتى بها الجمهور من أهل العلم، وهي أن تشتري سلعة حاضرة موجودة، سيارة، رز، طعام، أقمشة، سيارات، تشتريها ثم تقبضها وتنقلها من مكان البائع، من مكان البنك أو غيره، تبيعها في مكان آخر على غير الدائن الذي استدنتها منه، تبيعها على غيره من عموم الناس وترتفق بثمنها، فإذا حل الأجل تسدد للدائن حقه، هذه فيها مخرج من الربا. نعم، أحسن الله إليكم. لو بينتم للمستمع الكريم ما المقصود بالجمهور من العلماء؟ أكثر جمهورهم والأكثر أكثر العلماء. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: أيهما أفضل، تربية طفل الذي من غير أبوين، وهل يدخل في ذلك أجر اليتيم؟ أنا وكافل اليتيم كهتين. نعم،
هو يتيم ما له أحد، يحتاج إلى عطف، يحتاج إلى تربية، إلى حنان، إلى فهو بحاجة. فلك إن شاء الله أجر من كفل يتيما، وإن لم يسمى هذا يتيما لكنه في حكم اليتيم وفي حاجة اليتيم. نعم، أحسن الله إليكم. هذا يسأل يقول: لقد انتشرت في الآونة الأخيرة كلمة على ألسنة كثير من الناس، ومن ذلك أيضا طلبة العلم، كلمة خدمة القرآن الكريم، وإني لأشعر أنها كلمة فيها اعتزال وما إلى ذلك، وكثرت كلمة حلقات قرآنية جزاكم الله خير، وضحوا لنا. كثرت حلقات القرآن الكريم وتحفيظ القرآن هذه علامة خير وهذا طيب، وأما خدمة القرآن فلا بأس بها. خدمة القرآن يعني بتحفيظه، بتعليمه، بطباعة المصاحف، بتوزيعها، بتفسير القرآن، هذا خدمة للقرآن، بيان القرآن لمن عنده أهلية، هذا كله من خدمة القراءة. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تحسين القراءة في الصلاة من الرياء، وهل يترك الإمامة من يخاف من ذلك؟ لا يكون هذا من باب الوسواس، يقرأ في الصلاة ويحسن صوته بالتلاوة مع إخلاص النية لله عز وجل، ولا يقصد بهذا الرياء والسمعة أو مدح الناس، إذا قصد هذا فهذا رياء باطل ولا يجوز. يحسن الصوت احتسابا لوجه الله عز وجل، ولا يتكلف أيضا، ما يتكلف مثل قراءة بعض القراء اليوم خصوصا الشباب بالتمطيط والمدود الكثيرة والغنة الكبيرة وإلى آخر، وتقطيع الآيات وترديدها، هذا كله ما لم يشرع في قراءة القرآن. المشروع في قراءة القرآن التيسير، التيسير، وهذا ليس فيه تيسير. لقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وأما قوله تعالى: ورتل القرآن ترتيلا، المراد بذلك قراءة الرسول صلى الله عليه وسلم، أنه كان يقرأ القرآن آية آية فيفصل بين الآيات ويقرأ بتمهل، هذا المراد بترتيل القرآن. نعم، أحسن الله إليكم. السؤال الثاني يسأل يقول: هل صوت المرأة عورة وخاصة في قراءة القرآن؟ إذا كان فيه فتنة فهو عورة، أما إذا كان الصوت عاديا وللحاجة أيضا، تتفاهم مع رجل، تتفاهم مع تسأله عن حاجة بدون أن يكون فيه فتنة وتخضع ومغازلة، قال جل وعلا: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، وقلنا قولا معروف، كلام عالي ليس فيه فتنة وللحاجة أيضا. نعم، أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: حفظكم الله، كيف يستحضر المسلم النية في العمل الصالح؟ هذا مالك نية، وينوي العمل الصالح، ينوي وجه الله عز وجل بكل عمل من أعمال الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. يحسن النية ويعمل العمل لوجه الله عز وجل، لا يريد به رياء ولا سمعة، ولا يريد به طمعا دنيويا، إنما يريد به وجه الله ويريد ثواب الله سبحانه وتعالى. السائل محمد من الرياض يقول: ما حكم الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام؟ الاستهزاء بشعيرة من شعائر الإسلام الثابتة هذه ردة عن دين الإسلام. الذي يستهزي بالأذان مثلا، يستهزي بالإقامة، يستهزي بإعفاء اللحية وجز الشارب ويقول هذه قشور أو ما أشبه ذلك، أو بتقليم الأظافر خصال الفطرة، الذي يستهزي بهذا ويقول هذه قشور، هذه ردة عن دين الإسلام، لأنه مستهزئ بالسنة. قل: أب الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. نعم، أحسن الله إليكم. أنتقل إلى سائل آخر محمد من جدة يقول: ما حكم وقف بعض العقار من الوالد على بعض الورثة دون بعض، هل هذا فيه تحريم أو فيه جنف على الآخرين؟ إذا كان يقصد به الحيف مع بعضهم بدون سبب هذا لا يجوز، أما إذا كان لا يقصد به الحيف، كان يوقف على المحتاجين من الذرية، على المرضى، على ذوي العاهة من الذرية، هذا لا بأس به. نعم، يقول: وكذلك وقف ما زاد على الثلث. الوقف ليس له حد في الوصية إلى الثلث، أما الوقف فإنه يوقف ما شاء، فإذا كان منجزا فإنه يلزم من أول ما يتكلم به، وإن كان معلقا على الموت يقول إذا مت فهذا الشيء وقف، هذا يأخذ حكم الوصية، يرجع إلى الثلث. نعم، أحسن الله إليكم. أم ثامر من جدة تقول: ما حكم الزوج الذي يهدي إحدى زوجتيه دون الأخرى، هل هذا مخالف للعدل؟ هذا إذا كان وفر للثانية ما تحتاج إليه من النفقة والكسوة والمبيت والمسكن، وزاد بعض نسائه هدية وغير ذلك،
هذا ليس فيه شيء من ناحية الشرع، لكن فيه شيء من ناحية أن هذا فيه إغاظة لزوجاته الأخريات، وربما يلزم عليه مفسدة في حقه منهن، فيدرأ هذا الشيء، يدرأ هذا الشيء ويبتعد عنه. نعم. أحسن الله إليكم. السائل صديق عبد القيوم يقول: ما المقصود بالتسوية بين الأولاد في العطية؟ تسوية على ظاهرها، يعني لا يفضل بعضهم على بعض، فيعطي بعضهم أكثر من بعض، أو يعطي بعضهم ويحرم الآخر. نعم. يسعد. يقول أيضا سؤاله الآخر، يقول: هل للوالد يجوز له أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة دون إضرار بمال الولد؟ نعم، قال صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. وقال عليه الصلاة والسلام: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم، وإن أولادكم من كسبكم. نعم. أحسن الله إليكم. أم هاشم تقول: أنا امرأة مطلقة، وكثيرا ما دعوت أن الله سبحانه وتعالى يسهل أموري، ولكن حتى الآن لم يستجب لي، فماذا أعمل؟ واصل الدعاء لله عز وجل، وانتظر الفرج، وأحسن الظن بالله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. وهذا سائل آخر يقول: ما الفرق بين الكبيرة واللمم؟ الكبيرة لا تغفر إلا بالتوبة، وأما اللمم وهو صغار الذنوب فإنه يغفر بأشياء كثيرة، منها إذا تجنب الكبائر. قال تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. ومنها أيضا مما يكفر الله به المحافظة على الصلوات الخمس في مواقيتها مع الجماعة. قال جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن ابن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. محافظة على صلاة الجمعة، المحافظة على صيام رمضان. قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. نعم. أحسن الله إليكم. تقول: أنا كثيرة الدعاء على أبنائي وليس من قلبي، فما حكم ذلك؟ لا تدعي على أولادك، املكي لسانك ولا تدعي عليهم واصبري، ربما تستجاب دعوتك عليهما تندمين على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ صالح، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. أيها الإخوة والأخوات، لهنا ونأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج نور على الدرب، وقد أجاب عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بما سمعنا، بإذن الله تعالى يجمعنا بكم لقاء مقبل. حتى ذلكم الحين وفي كل حين نستودعكم الله، وهذه تحية من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.